وليس في الإسلام دكتاتورية. الإسلام شورى. أي حاكم تحت أي إطار، أي اسم، أي لون دكتاتور يجب تبطل. شيعيا كان، سنيا كان، عالما كان، جاهلا كان، ملكا كان، وراثيا كان، أميرا كان، نقطة الاشتباه عندنا نحن المسلمين كعامة لا يوجد دكتاتورية. ما معنى قيمنا الدكتاتورية؟ مو معنى هذا الشيء أنه خلاف نص القرآن في ثلاثة مواضع أو أربعة مواضع؟ ثلاث آيات أو في الاستشارة كلكم لهم أمرهم شورى شاورهم، وفي سورة البقرة عن تشاور، حتى في الرضاع عن تشاور. والآية الرابعة تعريض وتصريح، وهي إن الملوك قصة بلقيس والأمر إليك تشاور. يجب علينا أن ننشر في كل الآفاق الإسلامية عدم تأليل الدكتاتور مهما كان ملبس بلباس الدين والفضيلة والتقوى. إني لا أريد التسليم أبدا، لكن نحن نؤيد وكلنا نؤيد ولا أستنى. الشيعة يؤيدون، السنة يؤيدون، الإخوان المسلمين يؤيدون، حزب التحرير يؤيدون، الموجوديون يؤيدون، المشروعيون يؤيدون، النردويون يؤيدون، ونحن الشيعة يؤيدون. لماذا؟ ولماذا؟ أليس معنى هذا تسريب أموالنا الآن الرجل الأفغاني؟ وإني صديق الأفغانيين منذ 35 سنة سنة والشيعة صديق. لماذا الرجل الأفغاني لا يجد فرصة من الخبز يجاهد بينما أشخاص نعيدهم يغمرون في المال غمر، ونعيدهم ونسميهم حكام مسلمين ونصفق لهم ونقرأ وراء إذاعتهم؟ لماذا؟ ماكو هذا الشيء. الحقيقة إن إذا أردنا التقدم، وما تقدمت إيران إلا لهذه الخطوة، لا أكثر ولا أقل، آية من القرآن طرحت وابتلينا كلنا في المناطق الدكتاتورية، سواء كان في لباس فاروق أو لباس عبد الناصر أو لباس أنور السادات أو لباس آخر يأتي بعد، أو في لباس صدام أو في لباس كذا أو كلهم الحقيقة، أو لباس ظاهر شاه أو لباس داود خان أو أي لباس ما. شنو معنى الحقيقة؟ يجب علينا أن أي دكتاتور، ملك، أمير، رئيس جمهورية، لا نؤيد أبدا. ما قالت إرادتك حرة وإرادتي حرة، وهذا الملك شنو عنده أكثر منك ومنك؟ شنو عنده أكثر؟ الليالي الحمراء، الخمر، حقيقة صرت فضيحة العالم أصلا، فضيحة العالم. السيد يدري هذا، السيد صديقنا وهو أكثر جهادا مني، وأنا ما عندي جهاد واضح. أنا منذ 22 سنة كنت مقاطع للشاه شاهيرا، أبدا كنت ما أنطق هذا الملك، ما أنطق الشاه. دكتاتورية بالإسلام ما، استبداد ما كنت. النشر أيها النبي حرر المؤمنين على القتال، والنبي قاتل لكن تحرير. في الحقيقة هذا الشيء يجب أن يكون أول شعار هذا الشيء. مع العلم اللي أقول لا أريد الإساءة، لكن إني أريد وقلت إن هذه الجريمة كلنا مشتركون فيها، أفراد نوادي الأكل لا شك فيه، وجزاهم الله خيرا، وأكو مثل مشهور لو خليت قلبا. لكن من الضروري أننا أن نكون على العهد القرآني في الشورى في القرآن، وأي
لون آخر تحت أي شعار آخر أي ستار آخر كذب، حتى إذا مو مربوط بالمستعمر، ونفرض إنسان مو مربوط بالمستعمر. هذا الأول. الشيء الثاني وهو أننا يجب علينا أن نطرح فرضية أو واقعية الحكومة الإسلامية الواحدة العالمية. شو الحدود المستعمر؟ حد الأفغان الإيران، بين إيران وبين العراق، بين العراق وبين سوريا، بين سوريا وبين مصر، وفي كل مكان، ما أعبر تعبير سيء، ولو هذا تعبير حسن، هذا تعبير قرآني، قرد يحكم. رسول الله على القرود، شو معنى قرود رآها رسول الله؟ القرود التي رآها رسول الله من هم؟ هؤلاء، حقيقي لأن إحنا نعتقد أن آيات القرآن دائمة، مو اليوم ولا 10 أيام ولا 20 يوم. ويجب أن نقول أيضا بصراحة إننا لا نخاف لا من السنة ولا من الشيعة، نحن الشيعة الأحسن. نحن إذا أخذنا بمنهاج الشورى معنى أن في كل مكان الأكثرية يحكمون وكلهم يجمعون تحت حكومة واحدة في أمر الله. يعني محلولة هذه القضية إسلامية منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إنسان السني يخاف من الشيعي أن يحكم أو الشيعي يخاف من السني أن يحكم، هذه القضية غير صحيحة. ما قولش أي مكان أكثرية فلنكم خلاص. فالواجب الأول نبذل الدكتاتوريات في كل بلاد الإسلام. والصراحة الرسول إنما نجح لأنه كان صريحا. نكون صراحة حتى أنا عتبت على بعض الأصدقاء من بعض الجماعات الإسلامية، قلت لماذا تؤيدون فلان؟ قالوا هذا يحكم الإسلام. قلت إنه ينبغ آية من القرآن وهذا كافي إنه لا يحكم الإسلام. الشيء الأول يجب علينا نبذ الدكتاتوريات بصورة واسعة في كل مجلاتنا، جرائدنا، إذاعاتنا التي نملكها. الشيء الثاني يجب أن نطرح الحكومة الواحدة الإسلامية. الأفغاني يأتي إلى السودان ولا يطلب منه جنسية وهوية، والسوداني يأتي إلى مصر وإلى يأتي إلى سوريا وإلى لبنان وإلى العراق وإلى إيران وإلى أفغان ولا يطلبون منه. كل مكان قرد يحكم، وهذا حد لا تدخل وادخل. يعني صرنا أسوأ من الجعلان. جعل يطير على حدود. ولقد كرمنا بني آدم، يعني بني آدم صار أسوأ من الفئران ومن الجعلان ومن البزازين القطط ومن الكلاب. هذا هو واقع. طرح الحكومة الإسلامية الواحدة. الآن نفرض أفغان في حرب، 120 مليون مسلم عندنا في الاتحاد السوفيتي، هل نسأل مصير هؤلاء؟ لأن أحد الغربيين أخيراً كاتب كتاب، يكتب في الكتاب يقول في الاتحاد السوفيتي 120 مليون مسلم. وأنا قلت هذا الشيء لسفير الاتحاد السوفيتي بالذات سيدي دوريس. ما مصير هؤلاء؟ عندنا 80 مليون مسلم في الصين، أين مصير هؤلاء؟ عندنا مسلمين في ألبانيا، عندنا مسلمين في يونان، عندنا مسلمين في هذا المكان اللي تيتو يحدث. حرب في فلسطين، حرب في لبنان، حرب في سوريا، حرب في أردن، حرب في مصر، حرب في إيران، حدود إيران، حرب في العراق، حرب في أفغان، حرب في كشمير، حروب حارة وباردة. أما إذا صارت حكومة واحدة إسلامية، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، رب واحد أم واحدة، والحدود كلها مصطنعة. مثلا من الغريب العجيب الغريب الغريب بلاد إسلامية في الكويت، مسلم مصري جاء يقول الأجانب، الأهالي والأجانب، يعني المسلم المصري أجنبي. في العراق نفس الشيء، في إيران نفس الشيء. حتى أنا طرحت هذا الموضوع، شنو أجانب يعني؟ المسيحي أجنبي، هذا صحيح، اليهودي أجنبي، الملحد الشيوعي أجنبي، أما مسلم أجنبي ما عندنا. إنما المؤمنون إخوة. يقول أخوك، مو أهل بلدك، مو أهل دارك، يقول أخوك. الشيء الثاني في الحقيقة يجب علينا أن نطرح مسألة الحكومة الواحدة الإسلامية في كل أجهزة إعلامنا، حتى حقيقة ندعو إليها بيد بلسان بكلام حتى بالحركة. يعني أي بلد لم يقبلني أن أذهب إليه باعتباري أجنبي من الجنسية ما أذهب إليه، مو لازم. قالت الضفدع قولا جمعت كل المعاني، أشتهي أن لا أرى القرد ولو القرد يرى. فواقع بلد إسلامي إذا بلا جنسية يقبلني أو بلا جنسية يقبلني. هذا الشيء الثاني، طرح الحكومة الواحدة الإسلامية.
الشيء الثالث أكو حديث جميل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلكم تحفظون الحديث شيء واضح، إن أبا أيوب الأنصاري لما أسلم الرسول قال له وإنك ستدفن عند جدار القسطنطينية. المسلمون لما ذهبوا إلى حرب الروم جدار القسطنطينية لنفرض هنا، ولنفرض أن الجيش الكفار هنا، ولنفرض أن الجيش المسلمين هنا، يعني بين جيش المسلمين وبين جدار القسطنطينية جيش كثيف من الكفار. من الصدف مات أبو أيوب الأنصاري هنا، أي المسلمين مات. لما مات قريب موته قال لهم قريب موته قال لهم قال إن رسول الله لما أسلم قال لي وإنك ستدفن عند جدار القسطنطينية، لا تتركوا وصية رسول الله وادفنوني عند الجدار. لما مات فكروا كيف يصلون إلى جدار القسطنطينية وبينهم وبين الجدار جيش كثير من الأعداء والكفار. أحد المسلمين اقترح قال إننا نصدق رسول الله ولو بزهاق أنفس كل الجيش، وحملوا جنازته وأخذوا يهاجمون حجمة عشواء، مو حجمة حافة، حجمة منتحرين. جيش الكفار ما معاهدين هذا الشيء، قالوا كيف شنو صاير بكم؟ قالوا إن صحابيا من صحابي رسول الله، وإنه هو الصانع حسب توصية رسول الله أن ندفنه عند جدار القسطنطينية. قالوا هذا الشيء ليس، قالوا نحن تصافقنا على أن نقتل كلنا، لا تركوا، هاجموا كل الجيش تحرك وهاجموا رئيسهم. قال هذه الخطة خطر علينا لأن الجيش عبارة عن مهاجمات عادية جيشية عرفية، أما مهاجمة كل الجيش انتحارية يعني خطر على القسطنطينية. أعطوا لهم مجال خلهم يدخلون، فاصطف الجيش جيش الكفار صفين صف هنا وصف هنا، وهؤلاء جاءوا وجاءوا وجاءوا واندفنوا أبا أيوب الأنصاري عند الجدار القسطنطينية، حتى شوية تحت الجدار عندهم احتياطا. الحقيقة الموضوع الثالث وهو الذي علمنا حروب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة وألف قصة يحتاج إلى هذه القصة يعني. وأنور السادات الرئيس المؤمن يأتي ويقبل زوجته كارتر وهو بعد رئيس مؤمن، حقيقة فضائع. أوصل هؤلاء الحكم الواقع يحتاج إلى تعبئة عامة وهجوم. الآن إحنا جنب واحد نعطي خطوة، ويومية أكو عشرات قتيل يومية تحت التعذيب. قال أنتم تقتلون، تقتلون في الزنزانات، ادرسوا لي ندخل، ماذا هو يقتلني؟ لماذا أقتل في الزنزانة؟ في كل بلادنا الآن زنزانات، في العراق وحدها ولعلكم 50,000 سجين موجود، وأكثر أحلق منهم عربي مسلم عراقي سوري. لا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، في سوريا في الأردن في لبنان في العراق في مصر في أفغان كم سجناء، في المغرب في تونس في ليبيا كم سجناء، لا حصر لها ولا عد. ويأتي فرجاج ويأتي عبر الدبابات والانقلاب العسكري ويحكم ويأمر وينهى وهو معصوم وفوق المعصوم، لأنه إذا تسب الله في الشارع ماكو مانع، أما إذا تسب الرئيس يسجنوك، يعني صار فوق الله كما في القرآن الحكيم. الله أخبر عن هذا الشيء، وأن لا تعلوا على الله، تعلوا على الله يعني الرئيس يساب سجن وإعدام، أما هذا الرجل يساب الله يساب أو الرسول يساب رجمه. أنا أقول بزبان عبد الكريم قاسم في العراق، إذا واحد يسب الله أو الرسول جرمه ربع دينار عراق أنا، وإذا واحد يسب الرئيس الزعيم الأوحد عبد الكريم قاسم جزاؤه 10 سنوات من السجن، 10 سنوات لأنه فرد واحد حرج بابا جارس، وربع دينار اللي يسب الله في الشارع. الموضوع الثالث إن ما دام نعطي القتلى ونعطي السجناء ونعطي التعذيب وكل شيء يعني نعطاطات تعذيب وما أشبه، لماذا لا نخرج إلى الساحة بعد الجهاد؟ في مصر لازم مظاهرات، في سوريا مظاهرات، في العراق مظاهرات،
وفي أطفال الحمد لله لهم مظاهرة في الفلبين مظاهرات أكبر، لكن مصاحة الناس. أمير المؤمنين مالنا أمراء المؤمنين يبني القصر 50 مليون ويشتري طيارة 100 مليون وما أدري كذا يصنع في كذا 12 مليون ثلاثة صعبة. فلان أمير المؤمنين في أمريكا 12 مليون على مائدة قمار خسر 12 مليون على مائدة قمار، والأفغاني لا يجد حتى لقمة الخبز. هم الأخواني الأفغانيين قالوا لي أنا أدنى أصدقاء منهم، لماذا هذا الشيء؟ وبلادنا أحسن بلاد وديننا أحسن دين، دين وثاب إنساني واقعي، ثروتنا أحسن ثروة، ثروة خيالية أصلا في الحقيقة، ثروة خيال. لكن أمريكا يجب أن يأتي إلى باكستان ويطلع 400 مليون صدقة قربة إلى الله تعالى حتى ينقذوا الأفغانيين. مجلة الحوادث أنا قرأت فيها وهي مجلة استعمارية لا أشك فيها، عميل لا شك، يقول على أن العرب الذين يملك كل واحد منهم 1000 مليون هم 3000 إنسان. العرب الذي يملك كل واحد 1000 مليون، أنا إيش كثر أملك لعله 5 مليون، والآخر إيش كثر يملك لعله 10 مليون. أما يقول العرب الذي يملكون كل واحد منهم 1000 مليون وأكثر هم 3000 إحصاء عندها، وأنا قرأت. ثم يأتي أمريكا يأتي 400 مليون لأجل أفغان، وهو يكذب، أمريكا يكذب كما روسيا يكذب، لأن نحن الذين كالخرفان يذبحوننا وهم يتصادقون. يجب علينا في الحقيقة أن نكون كما أراد القرآن استشارة في الحكم، وأي رئيس لا نقبله استشارة. الرسول على حضنته واحد من المسلمين شاورهم بالأمر، ثم الرئيس صار كل شيء. شورى في الحكم وجوبا، وثم طرح بلد واحد اسلامي، عندنا امبراطوريه واحده واسميها امبراطوريه من برضه اللفظه، حكومه واحده اسلاميه 1000 مليون. اذا صرنا حكومه واحده 1000 مليون بعد اكو انور السادات واكو فلان واكو فلان واكو بلد واحد مثل حفيظ الله او حفيظ الشيطان على الاصح او مثل كرمل، حقيقه يعني حكومه واحده اسلاميه، الشورى في الفقس كما قال الله، ثم زحف. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، هم زحف نحن زحف. ومن المعصية الكبار في الإسلام، من المعاصي الكبار الفرار من الزحف، وعلى أكثر المسلمين فاروا من الزحف. وماذا نقتل؟ فنقتل بالزحف. لماذا نقتل ونحن في الزنزانات ونحن تحت التعب وما أشبه؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا بنصره. أني أكرر شكري منكم كما أعتذر منكم إذا كنت صريح في الكلام، لكن في الحقيقة هذا شيء كلنا نحس به وكلنا نتعلم منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا إن شاء الله. إن شاء الله مرة أنا قلت لبعض الإخوان هنا، قلنا يعني نحن أقل من غاندي؟ ما فينا غاندي؟ مع العلم ان الله ما وعدهم النصر، وعدم النصر. ما قال يا ايها الغاندي ان تنصر شعبك اننا ننصر، ويا موتي ستون ان تنصر مثلا الشيوعيه اننا ننصر. لكن هم طرحوا حكومه واحده هنديه، خلص حكومه واحده تشينيه صينيه انتهى. اما نحن عندنا افغان وعندنا ايران وعندنا عراق وعندنا مصر وعندنا سوريا، ما هذا معناه. نسال الله ان توفقنا واياكم الله يرضى. السلام عليكم ورحمه الله.